مرحبا بكم الناس الكل. فوالا دونك انتم ما بديتوش الكوميرسيال. شكون ياسين؟ اي مازال ما بديناش مسيو فيه الكوميرسيال. اما نتصور بيانتو مش تبداو فيه، ما يمكن حكايه دي جروب وبرا. اليوم وي اليوم مش حتى اللي نبداو، كار مازال ما دخلناش فيه. فوالا اليوم مش نبداو لا جيستيون كوميرسيال. انتم توا يلزمنا نقدموا شويه على خاطر فما شكون اصحابكم اللي بداو الفينونسير جمله، ودونك جيتي اوبليجي دافونسي، لكن او فور يا ميزور تو كي نقدموا شويه معناها مانيش ننسى لي بارتي اللي تعداو، وكل مره نعملوا اكزرسيس نتذكروا باش ديما يقعد في بالنا لو برودكسيون ولا بروفيزيونمون. بقى اوبليجي تو دافونسي ان بو بور سالينيي افيك لافونسمون نورمال دون لو كلاس دون لو كور. فهمنا؟ باهي ميسالش، خليك ديما فايت حتى كان ما قريتوش جيستيون كوميرسيال، خليك ديما فايت. معناها هاني توا صحابكم فما شكون قالوا لي مسيو رانا قدمنا ودخلنا في الفينونسيير وماذا بيك، معناها تزرب لنا شويه باش كمام زاده ما نبقدوش ضايعين. احنا هم شدوا العصا من الوسط باش نقدموا شويه في الكوميرسيال كما قلت لكم، ومن بعد ان شاء الله او فور ميزور نعملوا كيلكو اكزامبل كيلكو اكزرسيس على البرودكسيون وعلى الابروفيزيونمون باش يقعدوا ديما في بالنا، وزاد لو طون اللي انتم لحقتوا شويه به. اي سيدي دونك الكوميرسيال فيه برشا كور، فيه برشا دونك يعني فما لاسبي كور لازم نفهمو كور، فيه شي برشا كالكول مي فما برشا كور، هكا علاش لازم نفهمو مليح الكور. ديجا خليت لكم ان ريزومي دو كور، فما ماجازين فيها ريزومي دو كور. بون il faut dire que l'étude de marché تنحات، مي كوميم مي كي مش تقراها انت وتعرف دو كوا ساجيتيل مش حاجه كبيره هي. Ça vous aide à bien comprendre ce chapitre. Mais là, je ne vais pas, Inch'Allah, avant d'entamer notre série sur la gestion commerciale, je vais consacrer la partie la plus importante de cette séance sur le rappel de cours. Ainsi dit, je n'ai pas la gestion commerciale. Donc, Krina, fil troisième année, la fonction commerciale. Eh bien, la fonction commerciale a pour rôle, je vais mettre l'année, voilà, fonction commerciale, je n'ai pas le rôle de ça. Est-ce que uniquement vendre, est-ce que fonction commerciale, elle fait uniquement l'exécution des ventes, elle vend uniquement. L'achat, qui fait اسمعني عاد، لاشا هذيك تعملها الفونكسيون ابروفيزيونمون، مش قلنا الابروفيزيونمون يعمل لاشا وستوكاج. فيكسي لو بري. اي. فيكسي لو بري اتسيتيرا، دونك اش معنى فيكسي لو بري؟ تعمل بوبليسيتي و. صحيت صحيت، تعمل بوبليسيتي اش معناها؟ Elle fait, elle prépare. Donc là, elle fait les tâches préparatoires à la vente. Donc hier, mais je te dis à Kahou, mais là, t'hazard les ventes, prépare les ventes. Qui fait elle prépare les ventes? Hier, on s'engage directement à vendre. Directement, on a n'abdé un bureau. Tu m'as fait ma chède ma belle vente. C'est quoi là? Fait ma étude de marché, fait ma publicité, fait ma promotion, etc., etc. Fait ma chède ma. T'en chauffeur par la suite. Et au bas de Membiou, je n'ai pas un service après-vente. Les tâches, je ne sais pas, les sahit, les tâches après-vente, qui m'ont dit, mademoiselle, la livraison, le transport, la garantie, la facturation, l'installation, et me colom, ce sont des services après-vente. Elles ont les tâches de la fonction commerciale. به ملحنا هيك علاش في الشابيتر متاعنا اليوم مش نشوفو دو برينسيبال سيكسيون. السيكسيون الاولى مادموازيل مسيو هي لا بروفوكاسيون دي فونت. بروفوكاسيون دي فونت يعني شنو هما لي تاش بريباراتوار على فونت اللي يفون بروفوكي لي فونت. اش معناها بروفوكي لي فونت؟ كيس سا فدير معناها يستفز الفونت. معناها يستفز معناها اوغمونتي لي فونت. فهمنا؟ معناها لونتربريز باش نشوفوا كيس كيل في بور بوفوار اوغمونتي سي فونت. شنو هما لي فاريابل اللي تنجم تلعب عليهم باش تنجم ال بو فوندر فاسيلمون. وفي السيكسيون الثانيه باش نشوفوا ليكزيكسيون كيفاش لونتربريز ال اكزيكوت الفونت اكزيكسيون اي سويفي دي فونت اي سويفي des
vente. Mais on a deux principales sections qu'on va voir par la suite. Je n'ai pas de section. Elle est voilà, premièrement, quoi? La provocation, provocation des ventes. Mais, ici, je n'ai pas de l'histoire, mais l'autre beaucoup. اسمعني تذكروا انتم في الايكونومي قريتوا فورديزم فورد هنري فورد وادام سميث وجماعه ذوكم ريفورم اي قل لي تو فورد شنو مشكلته سامحني فورد فورد شنو مشكلته هو الا اورغانيزي لو ترافاي اعطانا لي نوفيل بي ولوي الا اورغانيز لو ترافاي pour rendre le travail plus efficace monsieur يعني اش معناه افيكاس مشكلته الاولى والاخرى شنو هي augmenter la quantité produite. Tu sais que قبل مشكلتنا شنيه هو فورد ولا غيره اي شنو مشكلتهم بلي مشكلتهم كيفاش يكبر في الكوانتيتي برودويت علاش خاطر ما عندوش مشكله نتا فونت اللي يبيعوا الكل شبيه اللي يصنعوا الكل يبيعوا دايور هو لا يخممش يبدل الموديل ولا يبدل الكولور فورد كان يصنع في موديل برك اللي هو موديل تي تي فورد تي تي موديل ستاندار ولي كولور الكل نتاع الكراب نتاعو عنده كان لي كولور نوار علاش ما كسرش راسو ياسر اي كرهبه مش يصنعها مش تتباع دو بون كاليتي موفيس كاليتي غير ما عمل لها بيبليستي خاطر لافر ديباس لارجومون لا دوموند اي كونتيتي تصنع تتباع اليوم تبدلت المعطيات اليوم ولينا عندنا نصنع افيك دي ماشين روبوتيك عندهم كاباسيتي دو برودكسيون تري زيلفي دونك اون فو با سو كونتونتي دو برودوير بوي فوندر معناها مانيش نبيع والا مانيش مش نصنع وبعد نبيع خاطر ما نجمش نبيع الكونتيتي اللي نصنعها الكل على خاطر الكونتيتي ولا لا كاباسيتي دو برودكسيون دي زونتربريز elle est très élevée, elle est énorme. خاطر نستعملوا في دي ماشين ولات الكونتيتي كبيره برشا والكاباسيتي دو برودكسيون كبيره برشا ما عادش توا جو برون لو ريسك دو برودوير ومن بعد توا نلوج باش نبيع نو المشكله ولا برشا كونكورونس برشا اوفر لازمني مالا توا ما نصنع كان لا كونتيتي كو جو سوي كابابل دو لا فوندر مالا ولات لي زونتربريز توا تبيع وبعد تصنع وي مسيو بلي على الفورديزم ما فماش كانت كونكورونس معناها كان يصنع وحده ايه قبل حتى كان فما كونكورونس ما فماش حاجه كبيره معناها فما انتربريز ولا اثنين معناها وي يعني وحط حتى فما برشا كونكورونس الكاباسيتي دو برودكسيون تاعهم الترافاي كان يكون مانويل بقطع النظر هو فما ولا ما فماش الكاباسيتي ضعيفه يعني على خاطر الترافاي يصير باليد دونك الكوانتيتي برودويت الكل الا تتصنع تتباع ما عندناش مشكله فيها توا ولات الماشين روبوتيك يعني الخدمه ولات كبيره معناها تصير بالروبو ودي ماشين معناها اسيستي بار اورديناتور دونك الكاباسيتي دو برودكسيون والكوانتيتي دو برودكسيون ولات الكوانتيتي برودويت ولات كبيره برشا دو فاسون انه ما نجمش نبيعها يعني ما نجمش نبيع على نصنع الكل voyez خاطر الكونتيتي ولا الكاباسيتي دو برودكسيون تاع لي زونتربريز اللي تري زيلفي هيك علاش ولات لي زونتربريز تعمل ما تبيع كان ولا ما تصنع كان لي كونتيتي اللي تنجم تبيعها دونك النوسيون تاع الماركتينغ شنو معناها انتم تسمعوا بكلمه الماركتينغ ماركتينغ هو شنو سي لو فيت دو نو برودوير كو لي كونتيتي كوني ne produire que les quantités qu'on est capable de les vendre. Quantités qu'on est capable de les vendre. Fermine, ou capable de les vendre. Ben, ici, dit, mais là, je ne sais pas, mais là, ils aiment que notre marché, ou les femmes, une guerre, c'est une bonne concurrence. يلزمني ولد غير يعني كيفاش نفك البار دو مارشي ونفك الكليونات من عند لي كونكورون كيفاش نفك لهم المارشيات نتاعهم كيفاش احنا نكبروا المارشي والفونت نتاعنا على حساب لي كونكورون بي اي كيفاش نعملوا مال احنا توا دونز اون غير فما واحد يدخل الغير كيكا ياكل تريحه ويروح يلزم يحط تكتيك مالا اذا كان مش تدخل المارشي من غير استراتيجي من غير تكتيك
معناها مش تخسر باز. انتوما كان تلاحظوا شويه في المارشي تشوفوا برشا حاجات بصراحه معناها توريك انه الناس هذيا ولا لي زونتربريز توا ما مش قاعدين يبيعوا هكاك معناها اوازار معناها يبيعوا برا نو فما توت اون استراتيجي دارير سا 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 سون اكسيون دو فونت. مثال نعطيك اكزامبل تو انت مثال حمادي عبيد هكا ولا تلقاش لو برودوي نتاعو في بوتيك اخر غير البوتيك نتاع حمادة عبيد نو بيان سور هكا ولا دونك لهنايا يقول قايل اخي هو توا علاش ما يبيعش مثال لو برودوي نتاعو للي غروسيست للي غروسيست وهما يبيعوا معناها لل ديتايون لي بوتيك اللي يبيعوا الحوايج وهكاك يوصل اكثر عدد ممكن من الكونسوماتور. خاطر توا مثال حماد عبيد ما نجمش يعمل بوان دو فونت في تونس الكل. اوزر تونس قداش فيها من بلاد وغزر قداش فيها من مدينة وقداش فيها من معتمدية وقداش فيها فوي دونك ما نجمش يوصل لهم هذوما الكل. بورتون لو كان يبيع لغروسيست وغروسيست يبيع معناها للديتايان يولي نجم يبيع كونتيتي ما أكبر. خي هو ما يعرفوش توا في الشيء هذا في حماد عبيد يعرفوا اي بورتون اختاروا باش يبيعوا البرودوي نتاعهم كان في اللي مجازان دو حماد عبيد. دونك لهنا تحس انه الحكايه تشوازي مش كيكه مش اعتباطيه كيكه الحكايه معناها نو فما توت اون استراتيجي فما خطه فما تكتيك واضح ولا كيما تقول انت مثال جمعيه نتاع كره مش تهبط للتران ايه كيكه برا تهبط وبرا تلعب يدوروا في الكره كيما قلت لكم تخسر كيكه مش لازمها تعمل مال تحط تكتيك. انتم بتفرجوا في التلفزه يقول لك مثال 4 4 2 الجمعيه هذه لعبت 4 4 2 هذه لعبت مثال من عرشني 3 5 1 ولا 3 5 2 هذه لعبت من عرشني 3 4 3 دونك تسمعوا هاللي التكتيك هذوما شنو يقصدوا هما 4 4 2 معناها هي عندها 3 فاريابل ديفونس اي شنو اخر مليو 4 مليو و 2 اتاك مليو الى اتاك دونك هي تلعب على 3 فاريابل ريت ولا احنا في الكوميرسيال ما نلعبوش على 4 فاريابل مالا ما نلعبوش على 3 فاريابل مش هذوما الفاريابل نتاعنا مالا باش نحطوا تكتيك. اما التكتيك هذايا في 4 فاريابل اللي هما كنت تذكروهم قدناهم مع مناول هما لي 4 بي معايا ولا اي سيدي شنو هما لي 4 بي فيهم بلاس مسيو كريس هذاك لو برودوي هاونا البي الاولى البرودوي يعني تواني كي مش نهبط للمارشي مش نقول شنو لو برودوي اللي مش نعمله شنو لو برودوي اللي مش نصنعه اسكو مش نصنع لو هات كاليتي لا بون كاليتي لا موين كاليتي لا باد جام شنو هي معناها شنو لو برودوي اللي مش نصنعه باهي بنسوم مش نبيع دونك البي ثانيه ها دونك نجم نبيع بالغالي بالرخيص مش نبيع كيما لي كونكورون اكثر من لي كونكورون اقل منهم كيفاش الحكايه باهي لي بري اي وشنو اخر لا بليس لا كوميونيكاسيون شنو معناها كوميونيكاسيون كيفاش مش نعرف بالبرودوي نتاعي يبان لهنايا شنو هما لي دو برينسيبال تكنيك باش نعرف بالبرودوي نتاعي هما لا سيتي اي لا بروموسيون مش ديما هذوما ديما لي ميور تكنيك فما دوتر تكنيك كيما مثال لو سبونسورينغ كيما مثال لا فورس دو فونت كيما بليزيور اوتر تكنيك تنشوفوهم بار لا سويت هذاك علاش سميوها ولا هذاك داخل في البروموسيون دونك هذاك علاش احنا سميناه بي ثالثه دونك خاطر الكوميونيكاسيون هي تتمثل في الببليستي والبروموسيون. والسؤال الرابع اللي لازمنا نجاوبوا عليه معناها الفاريابل اللي لازمنا نلعبوا عليها هي لا ديستريبيوسيون كيفاش مش نوزع لو برودوي نتاعي يعني بلغه اخرى لان نحكي على البلاس وين او جو في فوندر مون برودوي. دونك هذوم الاربعه شفت لي 4 فاريابل هذوما نسميهم لي 4 بي هما ايل فورم لا استراتيجي كوميرسيال دو لونتبيس. قلت لي مسيو كوميرسيال دو لونتبيس باه مش اسلام كيفاش قلت لي مسيو ولا تحكي ومخنس الميكرو عايشك سيل تو بلي سك الميكرو ما كانش راني مش سكر عليك
نواصلوا سيل فو بلي. اي بعد هذايا دو انت توا باش تحط التكتيك نتاعك، معناه باش تجاوب على الاربع سؤالات هذوما، شنو هو البرودوي اللي مش نصنعه، شنو هو السومه اللي مش نبيع بيه، كيفاش نعرف بالبرودوي نتاعي، وين مش نبيع البرودوي نتاعي، يبرا وين كيفاش سي فولي. قبل ما نحط الاستراتيجي نتاعي لازمني نعمل ايتود، ها ايتود دو كوا دو مارشي، صحيت ايتود دو مارشي. باه اي سيدي، معناها معناها ايتود دو مارشي، جو دوا كولكتي ايتود، باش نحط لهنا ايتود دو مارشي، جو دوا كولكتي دي انفورماسيون، كولكتي دي انفورماسيون collecter des informations sur le marché. Beh. Donc, قبل ما نحط الاستراتيجي نتاعي، يلزمني نفهم المارشي نتاعي ساعة. أي سيدي، توا همش نصور لكم مارشي، شكون يقول لي شنو معناه ان مارشي؟ ان ليو دي رونكونتر انتر لي فرير لي. صحيح صحيح. سي لو ليو دو رونكونتر انتر لوفر اي لا دوموند. ماذا هو؟ أو كان معناه نصوروه هكا المارشي، هو فينالمون سي ان ليو هكا بلاصة، همش نصورها هكا ولا البلو ليو هذايا فين شنو نلقاو فيه هذا توصيل مارشي. في المارشي شنو مش تلقى انت تو؟ مش تلقى الناس اللي تشري اللي هي لا دوموند هكا ولا، ومش نلقاو الناس اللي تبيع اللي هما يمثلوا ولا لافر اللي هما لي كونكورون تاعنا فينالمون هكا ولا، هما ceux qui vont معناها nous concurrencier qui vont nous si vous voulez attirer des clients كيفنا كيفو. باهي وشنو اخر شنو باهي ça هو par définition le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Lui pour s'ajuster باش يتفاهموا à un prix d'équilibre. كل ما الدوموند تزيد بطبيعة الحال le prix de vente يزيد، كل ما الدوموند تنقص والوفر يزيد بيان سور لو بري دو فونت مش ينقص. باه لكن مادموازيل مسيو ماكش في المارشي مش تلقى الناس اللي تشري والناس اللي تبيع كهو. اه مال شنو شكون باش نلقاو اخر برودوي لي زانترفونون لي كونكورون. صحيح صح. لا الكونكورون هو الوفر، هما لي زانترفونون والا لي زانترفونون اللي هما لي زانترميديير. كيما شنو هو مثال تو انت تشري الخضره من عند الفلاحه؟ لا بيان سور، تشري من عند الخضار، الخضار هو ديتايون. شريه من عند شكون؟ شريه من عند لي فوند. شكون هم الفوندور؟ شريه من عند الجروسيست الهبات في مارشي لوغرو هيك ولا هي، والهبات هذاك شريه من عند الفلاح صحيح ولا اي؟ اذا انترفونون هذوك مش يحكموا في المارشي. انت توا في كيلو الفلفل ب 3000 ونص، وسال الساعة يوصل حتى اكثر، وصل حتى ل 5000 و 6000، وقت اللي هو كيلو البنان معناها ب 3000 ونص. اسمعني عاد، هما بارفوا قلت بارفوا بارفوا il fixe le prix. يعني انت توا كيلو بنان يجي من الاكواتور، برا باش نكمل جمله، يجي من الاكواتور يشق المحيط الهندي والحوت الهادي والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وسوق كل شقه، يجينا ب 3000 ونص، والفلفل اللي تزرع في بلادنا يوصل لنا ب 3000 ونص. ما فما دي زانترفونون لهنايا هما كي فون بارفوا فيكسي لو بري على حسب المصالح. نعم مش الكاليتي اللي ندخل في الحكايه، يعني انت فيكساسيون تاع البري. هنا عطيتك عدني اكزامبل نتاع الفلفل والبنان، اش فاهم من كاليتي؟ كيلو فلفل معناها تلقاه ب 3000 ونص هيك ولا؟ بارفوا تلقى ارخص كاليتي ب 3000 ونص. علاش؟ مش على خاطر احنا ما عندناش نو، اما فما انترميديير هما اللي يوتيليز لو دامبينغ يعني الاحتكار، ويعني ويتحكموا في السوق ويغليوا في الاسوام ويرخصوا في الاسوام على حسب سوفلي المصالح نتاعهم. المفيد فما فورس اخرى في وسط المارشي اللي هي لي زانترفونون، اللي هما عندهم ان بوفوار معناها pouvoir important pour fixer le prix. Donc je dois l'étudier, je dois collecter ces informations. Mais c'est, je dois collecter des informations sur les intervenants. Mais ne jamais ne jahilhom. Fahamna? Oui. Ben, sakrou brabi le micro, aïchkoum. Brabi sakrou le micro.
باه اي سيدي بعد وشنو اخر توا دون لي زانترفونو هذوما شنو فما اخر لونفيرونمون صحيت هذوما الكل وين عايشين مش وحدهم راهم هذوما الكل فما ان انفيرونمون دونك لهنايا المارشي هاو هكا ولا عندنا ان انفيرونمون انفيرونمون كولتوريل انفيرونمون كيما نقولوا ايكونوميك بوليتيك سوسيال ايتترا دونك انت مثال لا كولتور نتاعك ما تسمحلكش باش تستهلك ولا باش معناها تو كونسوم ان برودوي ما يمشيش مع الكولتور نتاعك انت بار اكزامبل ما تلبسش وما تستعملش مثال اللبسه التقليديه نتاع بار اكزامبل الخليج ها جيلك العقيل وكل كل فهمني خاطر ما تمشيش مع الكولتور نتاعك voyez donc فما ان انفيرونمون زاد كما معناها فما ان انفيرونمون كولتوريل ياثر على الكونسوماتور وياثر زاد على الكومبورتمون داشا نتاعو فما شنو اخر زاد ان انفيرونمون ايكونوميك هيك ولا لانفيرونمون ايكونوميك تو احنا اون باس بار اون كريز ايكونوميك مش هكا ما عندهاش تاثير زعما على الكونسوماتور ها وعلى لوفر وعلى المارشي سيرتينمون عندها تاثير l'instabilité politique là on a fait si vous voulez يعني فما plusieurs facteurs hein elle تبعين l'environnement دوك مي اثروا على المارشي sure. ملاني pour étudier le marché je dois collecter des informations sur la demande sur l'offre sur l'intervenant يعني نقصد distribution et sur l'environnement ب شنو معناها collecter de demande collecter des informations sur la demande معناها مش نلم دي زانفورماسيون على الناس اللي تشري الناس اللي تستهلك شنو هما لي زانفورماسيون منين يشريو شنو البزوان نتاعهم شنو الجو نتاعهم قداش الريفينو نتاعهم وقتاش يشريو منين يشريو شكون يشري لي فام ولا لي زوم لي جون ولا لي زاجي دونك هذم توت لي زانفورماسيون كي كونسيرن لا دوموند اتون شو هتا وا بعد لي زوفر نلم دي زانفورماسيون على لي زوفر باش نشوف يعني الناس اللي تبيع معايا هذوما قداش يبيعوا شنو هي اسوامهم شنو هي الشيفر دافير نتاعهم شنو هي سي فولي الاستراتيجي نتاعهم شنو هو البوان فور شنو هو البوان فابل توت لي انفورماسيون كي كونسيرن لي كونكورون مسيو كيفاش نفركس عليهم لي انفورماسيون Les informations, bien sûr, il y a une étude marché, il y a l'API, par exemple, l'agence de promotion des investissements, il y a des organismes, il y a le Centre national des statistiques, le CNT. Il y a des centres, il y a toutes les informations. Hein? Les informations, ouais, là, sur le terrain, c'est par exemple le produit est le produit est le concurrent. Tu as le produit, tu as le point fort, tu as l'enquête, tu as le client, tu as le concurrent, tu as le point fort, tu as le point faible, etc. Tout, tu as plusieurs sources pour collecter ces informations. C'est bien. احنا توا عملنا l'environnement, عملنا le marché, la وجنا, ou عملنا étude de marché. شويه ناقص. اش لازمنا نعمل ما نجمش اني توا نجاوب على السؤالات الاربعه هذوما لو برودوي لو بري لا كومونيكاسيون لا ديستريبيسيون ما نجمش نجاوب عليهم اذا ما نختارش كليوناتي اش معنى نختار كليوناتي يا اخي احنا نجمو نصنع برودوي برك ونبيعو للناس كل امبوسيبل مستحيل ما نجمش مثال نعطيكم اكزامبل تويني عايش في بار اكزامبل في تونس العاصمه هيك ولا وحبيت بار اكزامبل معناها نعمل بوتيك تبيع الحوايج نحل بوتيك تبيع الحوايج هاي ما عنديش لي مويان باش مثال نصنع يكون البوتيك نتاعي فيه حوايج للنساء وللرجال وللصغار وللي جون وللسبور والبرستيج لا مش نختار تو كيما نقولوا مش نختار كاتيجوري نتاع كونسوماتور هكا ولا اسكو باش نبيع زعما للنساء للرجال بيان سور هذوما كلهم كيما نقولوا ما يستعملوش والا ما يلبسوش كي نعمل ريشيرش صحيت لازمني تعرف شنو نعمل مش ريشيرش نعمل سيجمونتاسيون صحيت عملت اتود دو مارشي باش ناخذ توا الكونسوماتور نتاعي
Donc, l'année, je n'ai l'ensemble des consommateurs potentiels, l'ensemble des clients potentiels, et je vais segmenter le marché. Donc, l'année, je n'ai qu'à la segmentation. Je m'en ai à mademoiselle, monsieur, segmentation. Ah, ici, le marché, il y a un secret. في الصغار والكبار فيه الناس اللي لبس عليها والناس اللي كما نقولوا الريفينو نتاعها ليميتي فيه الانواع الكل انت ما تنجمش تصنع برودوي الناس كلها دوما يستهلكوه اش لازم مالا لازم نقسموا دي كونسومات هاك المارشي هيتروجين هذاك هاك المارشي لا مش متجانس هذاك هاك ولا واش نعمل نقسموا لدي جروب دو كونسوماتور هوموجين. Donc la segmentation, il y a la décomposition, je qasem, décomposition des consommateurs, hein, voilà, du marché, khir, du marché, hein, hein, hétérogène, je m'en ai hétérogène, moi je me genis, hein, en des en groupes groupe. De consommateurs, du groupe homogène. De sahit. De consommateurs homogènes. Je m'en ai à mademoiselle homogène. Monsieur, ma tante, ça m'a pas dit, homme, femme, ou blanc. Ça être homogène, je m'en ai, ça être. Mais celle qui m'a dit, c'est le sexe. Ça m'a mal. Les consommateurs, ils ont le même sexe. Ils ont le même place. Ils ont le même revenu. La même catégorie ou la même tranche d'âge. Base, ils vont se comporter de la même façon. J'ai stérilisé pratiquement neuf le produit, neuf la qualité de ta produit. Donc, leur comportement d'achat sera identique presque. Donc, mais les nains, je dis homogène, je m'en ai, ayant les mêmes caractéristiques, neuf le chassiette. Qui est dans le neuf le chassiette, neuf le sexe, neuf l'âge, neuf le lieu d'habitude, neuf la région, neuf le revenu, neuf. Et certainement, je suis le kif-kif. Je suis une femme de différence, c'est mais bien les comportements d'achat. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le modèle qui est le plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La qualité. Je ne sais pas. Le sou. Je dois tout connaître sur cette catégorie. Ou même, je peux répondre à ces quatre questions. Je ne sais pas le produit. Je ne sais pas le prix. Je ne sais pas le qui veut je n'aime pas publicité. Je ne sais pas la motivation d'achat. Oui, je ne sais pas etc. Donc, ayant les mêmes caractéristiques. Mais il faut que vous fassiez la classe. Par exemple, je vais vous montrer comment vous faites la segmentation. La population est à 10. مثال اني توا ما قلنا مش نحل بوتيك يبيع في الحوايج اي بان بار اكزومبل قسمت هكا قسمت البوبولاسيون خذيت اني قلت بون في تونس العاصمه اي سيدي باش نقولوا قداش فما من ام قداش فما من فام دونك اني قسمت لي كليون تاعي ام اي فام باهي وقسمتهم زاد حسب العمر موان 30 ans اي و بلوس 30 ans هنا موان 30 ans اي plus 30 ans chacun on se dit d'un قسمهم revenu par exemple moyen hein revenu élevé qui m'en قولوا اقل من 20000 واكثر من 20000 par an و هكاك انا مثال نلقى لي فالور سويفونت كيما تقول انت مثال هنا لقيت ما نعرفش اني 2000 هنا 3000 هنا par exemple 4000 هنا 1500 5000 par exemple, 7000. Enquête, monsieur. Hey, mais l'aime des informations à le client net, m'taille. On chouffe qu'on a mis l'enquête. Mais je dis n'importe quoi, par exemple. Et par exemple, قسمتهم هكا مثال كنقول لك كاين 4000 هذه شنو هي ال 4000 معناها فما 4000 ام اكثر من 30 عام عندهم ان ريفوني الفي فما par exemple 6000 فام اكثر من 30 عام عندهم الريفوني مويان شفنا توا كيفاش به هذه تتسمى سيغمونتاسيون هما كانوا توا دي زوم دي فام جون اي فيو معناها اي ادولت ريفوني نتاعهم مويان البي كانوا مخلطين يعني قسمتهم هكا كي قسمتهم توا نجم نفهمهم اي سيدي لو سيغمونتاسيون هذه باش من بعد نختار اي لو شكون باش نبيع تواني باش نبيع par exemple
البيرسون ولا السيجمون، هذا يتسمى سيجمون، كل واحد فيهم يتسمى سيجمون. مثال السيجمون انا باش نختاره هو هذا، علاش نختاره؟ خاطر في العدد نتاع كونسوماتور هو لو سيجمون لو بلو بوبلي. نجم نختار سيجمون برك، شفته نجم نختار سيجمون برك كيما لهنايا، كيما نجم نختار بلوزور سيجمون. نجم مثال نختار 6000 و 5000، اما نولي كل سيجمون نصنع له البرودوي نتاعو. كيما لهنا نعطيكم ليكزامبل بالضبط، كيما مثال فيراري وكيما مثال بيجو ولا فيراري وفيات، خلي خير زوز دو مارك ايطاليان. توا الفيراري بار اكزامبل اخترت باش تبيع، كان الناس لبس عليها لي جون لبس عليهم، هيك علاش هي ما تصنع. كان لي فواتور دو لوكس اللي هما لي فواتور دو سبور دو لوكس، فواتور دو سبور دونك خاطر هي ال سادريس او جون دو لوكس، على خاطر بيان سور عندهم بوفوار داشا الفي. كيما مثال قلت فيات، الور كو فيات ما اختارتش كان ان سول سيجمون دو مارشي، تبيع للناس كل، تبيع الناس اللي لبس عليها، وتبيع الناس اللي عندها ريفينيو مويان، تبيع للي فام، تبيع للي زام، عندها بلوزير موديل. مثال عندها دي فواتور ا كولور فيمينين بور لي فام، ودي فواتور ا كولور ماسكولين بور لي زام اتسيترا. اما فيراري جو بونس عندها اون سول كولور بور لي زام اي بور لي فام، دونك يتسمى روج فيراري بور تو الموند. شفت هذيك الفيراري اختارت ان سول سيجمون يتسمى سيبل، والا وفيات اخترت بلوزير سيجمون. زاد السيبل نتاعها ماهوش متكون من ان سول سيجمون، اللي متكون اللي كومبوزي دو بلوزير سيجمون. دونك شنو السيبل مادموازيل مسيو؟ السيبلاج، السيبلاج هو لو شوا دو سيجمون ا كي اون فا اورينتي نوتر برودكسيون. دونك سيبل سي لو ou les, نجم تختار segment ou les plusieurs segments, ou les segments à qui l'entreprise va orienter ça, à qui l'entreprise, شبه, on va orienter sa production. Ben, ah, c'est dit, احنا توا ça y est. اخترنا توا لشكون باش نبيعو، اب توا باش نحطو لي بوليتيك نتاعنا، لا استراتيجي كوميرسيال، يعني لي 4 بي ايش نحكيو عليهم بالوحده بالوحده. دونك لي 4 بي اسيدي، نبداو بالبرودوي، لو برودوي، بوليتيك دو برودوي. باه شنو معناها بوليتيك؟ يعني اون فا ريبوندر ا لا كيستيون سويفونت، quel produit on va vendre, quel produit on va vendre, شنو هو البرودوي اللي باش نبيعو؟ باه اسكو دو هاد جام باد جام، شنو هو الاسم اللي باش نعطيه له، شنو هو السيني، شنو هو المارك، شنو هو اللوغو، شنو هو لي في سونار اللي باش نعملو، شنو هي ليماج دو مارك جو في اتاشي ا سو برودوي. دونك شنو هي الماتيير بريمير اللي باش نستعملها، شنو هي الكولور. Donc, toutes les caractéristiques qui concernent le produit. Le produit, ZD, il est en fin de phase dans son cycle de vie. Et non, le produit a des phases dans son cycle de vie. Comme anyway, les êtres humains, on a des phases. Rien Michel, pour un être humain. Pour un être humain. Oui. Nous, mais les phases de son cycle de vie. يعني وانتي ايش عنا لانفونس شكا طفولة، بعد لا جونيس تمشيكا، بعد ادولسونس الى ماتوريتي، هذيك جونيس ماتوريتي اي، وبعد سي فولي لا فييس شكا فييس. كيف كيف ان برودوي يتعدى دون سون سيكل دو في كاتر فاز، معناه انت توا تاخذ برودوي، اي برودوي تتصوره في بالك، مثال سورتو لي برودوي دو لا نوفيل تكنولوجي هكا، ولا مثال ناخذ لي فواتور، مثال ناخذ مثال الايفون، ايفون توا الموديل الجديد نتاع الايفون اللي يهبط، كيفاش هنايا توا لاكستون وهنايا الشيفر دافير، هاي تلقى الشفر متفر نتاعو يمشي هيك هيك يزيد بشوي بشوي،
باهي. ومن بعد مش يوصل لبوان لهنايا اوب سايي تعرف لو برودوي اوب الناس الكل مش تشريه، دونك مالا الفونت باش نزادو دون فاسون رابيد بوندون اون كورت بيريود. من بعد تقعد هذيك لي فونت هذيك ستابل بريسك، ومن بعد بيان سور تبدا تنقص 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 سايي، وكل برودوي هذاك jusqu'à la mort il va disparaître le produit jusqu'à sa disparition بلوي باش يطلع برودوي اخر بعده. دونك الفاز الاولى هي تتسمى فاز دو ديكلان، بعد فاز دو كرواسانس هكا. دونك فاز دو كرواسانس سي مش من الاول انتروداكسيون ولا لانسمون كيفاش؟ سامحني شكون حطيت ديك هاني؟ او سامحني مسيو سامحني. فاز دو لونسمون يعجبك شتا، فاز دو لونسمون ديزولي بربي، فاز دو لونسمون سامحني. بعد كرواسانس يعجبك بديت بالديكلان كرواسانس اي فاز دو فاز دو ماتيريتي اي بعد فينالمون فاز دو ديكلان. بون اسمع اني توا باش ما نضيعوش وقت سيلفو بلاي، باش نقول لي كاركتيرستيك ونعطي كلكو ديكزامبل نتاع دي برودوي في شاك فاز، فهمنا؟ وباش وانتم باش تلقاو لي ديتاي نتاع الكلام اللي باش نقول فيه في الريزومي دو كور. عندكم ريزومي دو كور مزيان راهو في كل شيء. سيو بلاي وين نلقاوها مسيو الريزومي دو كور؟ المجازين، المجازين امشي ادخل للمجازين في الشابيتر اي شابيتر الرابع اوصل معني شابيتر الرابع على جيستيون كوميرسيال. مو فما روبريك ماجازين ولا فما صحيح في الماجازين مش تلقى فما دي ماجازين فيهم كوريكسيون ديكزرسيس اكزرسيس كوريجي، وفما ماجازين فيها ريزومي دو كور. واضح فوالا مريقلي دونك نبداو بتوا في الفاز دو لانسمون مسيو. في الفاز دو لانسمون لو برودوي بيزال جديد كيما مثال اعطوني اكزومبل نتاع برودوي في فاز دو لونسمون. يعني نقول ايفون 12 بار اكزومبل نعش هبط ولا هو ساعه مازال ما عملش لونسمون هبط دو ساي دونك فاز دو لونسمون اي فوالا يقعد مده المده الاولى كيفاش لي فونت نتاعو ما سالش مسيو بربي معناها ما شدوش في هكا ميساج نقولوا مثال هو هبط دوبي 2021 دونك باش يبدا بشويه بشويه لي فونت نتاعو ينزادوا بشويه 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 بشويه. علاش؟ خاطر لو كونسوماتور اي ايزيتون بيزال مش معناها ما عندوش ثقه فيه بيزال ما يعرفوش لو برودوي بيزال ماهوش كونو برشا ني با انكور كونو. Donc l'entreprise l'année doit faire de la publicité pour faire connaître son produit. Et ou شنو اخر الكوم نتاعو تلقاه élevé خاطر بزنا ما بعناش grande quantité ما عملناش économie d'échelle و donc le prix de vente même مش يكون غالي برشا. الكونكورنس ماهيش تلقاها كبيره faible concurrence اذا كان ما نكونوش احنا المونوبول. ديما في الفاز دو لانسمون لو برودوي ما فيش ولا ما عندوش برشا كونكورنس. هذوما لي كاركتيرستيك دو لا فاز دو لانسمون. بيه توا اكل الفاز دو كرواسانس توا سي توا بعد كيما نقولوا كلكو موا انت والبرودوي ولا كلكو زاني سي لو برودوي جربوه مريقل الناس كل ما نعجبهم اب الناس كل تاو مش تشري لك البرودوي هذاك. دونك لي فونت دو سو برودوي فون اوغمونتي دون فاسون اكسبونونسييل يعني فون اوغمونتي رابيدمون. انا في فتره قصيره لي فونت زادت برشا سي لا فاز دو كرواسانس. في الفاز هذه لو برودوي يولي ملا السوم نتاعو ينقص شويه والكلفه تنقص شويه الكونكورنس بيان سور تزيد والانتربريز كوميم ال كونتينيو افير دو لا بوبليسيتي. حتى في الفاز الثانيه نعملوا لا بوبليسيتي اي سيدي في الفاز الثالثه تو. دونك نجم نعطيكم اني برودوي في فاز دو كرواسانس مثال هما تو لي فواتور هيبريد والا لي فواتور الكتريك. دونك تو في فاز دو كرواسانس تسمعوا بتسلر المارك تسلر اللي تصنع في لي فواتور هذوما الكتريك ال دوفيان ليدر سور لو مارشي انترناسيونال دو فواتور. علاش؟ باسكو معناها ا كوز دو سون موديل ان فاز دو كرواسانس اللي هو لو موديل دو فواتور الكتريك اللي ان تران دو فابريكي. في الفاز دو ماتوريتي مادموازيل مسيو ساي لو مارشي اي ساتوري لي فونت سون او ماكسيموم اي وقتها لونتربيس تجيش لهنا تعمل بوبليسيتي جامي. كما تقول انت مثال
ايفون اكس هذاك ايفون 10 مثال فوي هو توا في فاز دو ماتوريتي ريتش ابل تعمل له في بوبليستي نو بيان سور علاش خاص ديباسي توا كان باش تعمل بوبليستي تم بوبليستي للبرودوي جديد ايفون 12 ديما نعملوا بوبليستي للبرودوي اللي مش معروف اما البرودوي اللي هنايا ما نعملوش بوبليستي لا في الفاز دو ماتوريتي علاش خاطر البوبليستي مش تجيب لي دي نوفو كليون ويني في الفاز دو ماتوريتي قلنا المارشي اي ساتوري ما نجمش نجيب دي نوفو كليون دونك زيد باش نعمل بوبليستي اما اش تعمل لونتربريز لهنا ال في دو لا بروموسيون بروموسيون مثال تشري زوز كعبات الثالثه نعطيك رميز 20% ولا 50% دونك نعطي دي بتيت رميز دي كادو دي جو لويه بور سي فو فولي فيداليزي لي كليون خاطر في الفاز هذه on a besoin de fidéliser les clients باش اللي شرى من عندي مره يعاود مره اخرى باش نطول في الفاز دو ماتوريتي هذه لو ماكسيموم زاد في البارتي هذه ولا في الفاز هذه يعني الفاز دو ماتوريتي لونتبيز في دي موديفيكاسيون ليجير او برودوي دي لي برودوي تعمل له موديفيكاسيون صغيره لوي باش تطول في العمر نتاعو باش تطول في الفاز دو ماتوريتي هذه كما تقول انت مثال هيونداي بار اكزومبل في الكراهب عندها هيونداي اي 10 كي يوصل للفاز دو ماتوريتي عملت هكا دي بتيت موديفيكاسيون وسميتها غران اي 10 يعني بور دوني لامبريسيون كيل ساجي دو نوفو برودوي في الفاز هذه اللي نعم سامحني توجور معناها ديما هكا يعملوا ولا قلنا بارمي لي بيان سور توجور ما شنو بيان سور كل انتربريز وعندها لي تكنيك نتاعها وفما بليزور تكنيك نعم سولون استراتيجي تاع لونتربريز صحيت كل انتربريز كيفاش اني عطيت اكزامبل نتاع لي فواتور معناها قلت لكم الابورت دي ليجير موديفيكاسيون كيما مثال تذكر الموديل 206 كي وصل للفاز دو ماتوريتي عملوا 206 بلس voyez si on a une façon pour soi-disant relancer les ventes et allonger au maximum la phase de maturité on a fait le phase D la quantité vendue monsieur بعد الفاز de maturité لازم معناتها بعد الدكلان ولا تنجم معناتها ما نكمل لحظه وهمش نجاوبك على سؤالك دونك في الفاز دو ماتوريتي لا كونتيتي فوندو الي امبورطون هيك علاش باش نعملو دي زيكونومي ديشيل اي دونك لو بري دو فونت فا ديمينيوي اوسي لو كو دو ريفيان فا ديمينيوي لا كونكورونس بار كونتر لهنا باش نلقاوها انتنس كيما مثال توا لي بوست تي في ليد فهمنا توا في الفاز دو ماتوريتي ودونك فما برشا كونكورونس في الفاز هذه وبوكو دونتربريز كي فابريك سو جونغ دو برودوي بي دونك هنا اون دو اوسي بونسي ا لانسي ان نوفو برودوي خاطر جايتنا بعد فاز دو ديكلان بي توا بعد الفاز دو ماتوريتي في العاده فما ان فاز دو ديكلان بقى مسيو لي فاز اللي تحكي عليهم معناها فما دي زونتربريز شفت بعد الماتوريتي هذه ها ويولي تعمل فاز دو كرواسونس يعني نحكيو على الفاز العاديه كيما مثال جدي مثال كوكاكولا كوكاكولا عمل لانسمون كرواسونس ماتوريتي وصل لهنا للماتوريتي هكا يعمل بوبليستي ولا بلوتو يعمل تصويره ما نتاع نانسي عجر نتاع ترجع تطلع الكورب فهمنا حاسيلو احنا نحكيو على العادي العادي سي كوا معناها تنجم تكمل كرواسونس فما سيرتان برودوي فما سيرتان برودوي وهذوك راهم يلفون دي زيكسيبسيون يتعدوا على الصوابع معناها معظم لي يعني احنا نحكيو توا على العادي العادي هما فما لي كاتر فاز دونك بعد الماتوريتي ساي لو برودوي اي ديباسي باش يظهروا دي برودوي كي ريبوند دو ميو او بيزوان دو كونسوماتور بلو مودرن من البرودوي نتاعنا هكا علاش لي فونت نتاعهم باش يبداو ينقصوا 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 ولونتربريز لهنايا اش لازمها تعمل لازمها تعمل بروموسيون ترخص برشا كان تشوفوا dernière دي مارك يقول لك 30 بلوتو 70% و 80% لوي باش تتخلص من البرودوي هذاك دونك احنا مش نعملوا بروموسيون بور ديستوكاج بور ديستوكي لو برودوي لوي باش نهبط ان نوفو برودوي اي انتامي اون نوفيل فاز دون لو نوفو سيكل دو في دو سو نوفو برودوي بي في الفاز قلنا دو ديكلان لهنا اون دو لانسي ان نوفو برودوي شنو اخر هذه هي دونك
et on va diminuer les prix pour déstocker. Mais je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce que le khadar, par exemple? Le khadar qui achète une selle à l'oul, hein, au l'enhar, bizel tefreshka, il peut gagner à la selle à tout. Donc, il fait la phase de lancement, il y a une publicité. Et au dernier nhar, au dernier sandouk, وقت لك بزاف اللي يغني عليه يقول سلعه فريشكه كل نو اسكت على روحه. اما هنا حاج دينار تولي 500 ها، وحاج 500 تولي 200 فرنك، دونك قاعد يرخص وينقص ويعمل في دي بروموسيون لويه باش يتخلص من البرودوي هذاك، على خاطر غدوه مش هبط برودوي جديد. سافا سي كلير، هذو توا هذا توا سي لو برودوي. بعد هذا توا فما لو دوزيام فاريابل هي لو بري. شنو هي لو بري؟ اي سيدي بور فيكسي لو بري فما تروا كريتير. اي سيدي فما كريتير دو لا دوموند. وهنا باش نحكيو على البري بسيكولوجيك. بري بسيكولوجيك هذا نحكيو عليه دون ان اكزومبل. بري بسيكولوجيك هو شنو؟ هو لو بري الا تو الموند فون l'accepter ou le prix accepté par la majorité des personnes interrogées. C'est un prix déterminé à travers une enquête. Oui, monsieur, mademoiselle. شيخ داخل في حكايتك مثلا بري مثلا يقول لك 7999 هذاك سي ان بري ماجيك مش بري بسيكولوجيك. هذاك سي ان بري ماجيك علاش؟ il va influencer le comportement du consommateur. خاطر يقول شريتك البرودوي هذاك ب 7000 اي كيلك الوغ كو هو الكيلك هذيك ناقصه كان حكايه فارغه 8000. دونك هو بور سونتير اللي هو شراه بسوم رخيص وكاو سما بري ماجيك. اما نحكي على البري بسيكولوجيك، البري بسيكولوجيك نحكيو عليه بار لا سويت. هو قلنا اون دو مو لو بري اكسبتي بار لا ماجوريتي دي بيرسون انتروجي. C'est un prix déterminé à travers une enquête. Ou tu as un exemple, tu as un exemple à le prix psychologique, nous avons un exemple, tu as un exemple chiffré. Il nous fait une demande, et nous avons un hasb le concurrent, l'offre. Donc, nous fixons le prix à hasb le concurrent. Nous avons fixé un prix à travers le concurrent, à calme le concurrent ou le kiff le concurrent. À hasb, si vous voulez, شنو اخر الكو الكلف الكلف ديما لو بري دو فونت هو لو كو دو روفيان بلوس لا مارج بينيفيسيير. فهمنا؟ وهنايا مش نحكيو على تو دو مارج كوميرسيال. قول لي شنو هو تو دو مارج كوميرسيال؟ هو لا مارج كوميرسيال على كو داشا. تذكرها ولا؟ يعني بري دو فونت موان coût d'achat sur coût d'achat. Monsieur, نعم. Blail à la marge commerciale, coût d'achat. Coût d'achat, معناها des marchandises vendues ou le coût d'achat, معناها. Eh bien sûr, le coût d'achat, tu as celle à la bête. Et tu as le prix de vente, hein? Je m'en ai, qui n'est pas mobile global, il y a les chiffres d'affaires. معناها الشيفر دافير الا الكو داشا دي مارشانديز فوندو بطبيعه الحال. معناها مسيو كتب لها شيفر دافير. اي هذاك علاش خاطر انا لهنا في الجيستيون كوميرسيال موجوده الكو داشا معناها مش من دي مارشانديز. اي ما الكو داشا دي مارشانديز فوندو. انت توا تنجمش تقارن السلعه اللي بعتها بالسلعه اللي شريتها. وكي تبدا انت السلعه اللي شريتها الكل ما بعتهاش الكل. بعت شطرها بار اكزومبل. ما تنجمش تقارن انت سوم السلعه اللي شريت بيه بالسوم اللي بعت بيه. دونك مش تقارن السوم اللي بعت بيه الشيفر دافير بشنو؟ بالكو داشا نتاع السلعه اللي بعتها كاو. فهمت كيفاش؟ اي احنا وتكون صاحب الاورديناتور تو شو عملنا تو؟ وري يهديك. ايوه دور اللي ترسينا اون فيرم البروجرام. اتندرو هذاك شو نعمل مال؟ حتى اندروكو ان شاء الله اللي كتبناه الكل ما يبيعش ان شاء الله. دبر راسك ياسين كان نظارة ومسؤوليتك خدتيني مسؤوليتك انت وسبب انت كنت نكتب انت قصيت عليا كاو الاورديناتور تكونس خلي من مخي يعني. كنت تحبوا نبعثوا لكم على الجروب نتاع الجيستيون خاطر انا كتبت كل شيء. لا لاباس ها هو ريستوري الله يرحمه. الناس طيبة الاورديناتور اللي عندي امور واضحة. ايوه ما طلع شيء
هو ما طلعش ناس طيبة. شنو اللي كتبته سؤالي مشي مستر الرسيل تبعثنا في جروب والله الجيستيون بالحق. لحظة برك، لحظة يعني نعرف ولد عايلة ما يجبدش فيه. عندي كابتن ديكون لازم نبعث لكم. لا عاد مرقلين اوصل الحمد لله وموجود ناس طيبة. ما اعرفش عندي يا اخي. باه هاي سيدي دونك وصلنا للكو مسيو. فوالا الكو شاو لهنا دونك سويفون لا دوموند اي وشنو هو اخر سويفون لا كونكورونس كونكورونس والكو وسلون لو كو. باه في الكو لهنا مسيو الريغ اللي تحت الكو هاي سيدي شنو هي بري دو بري دو فونت نص لو بري دو فونت هو شنو بري دو فونت هو le coût de revient, le colfa, plus la marge bénéficiaire. Ça va? Prix de vente, plus la marge bénéficiaire. Ben, chouf, s'il vous plaît. Ah, n'attendez, les amis, pour je vais résumer bien la partie. C'est-à-dire, la partie presque la fait calcul le commercial. Fait le prix, barak, monsieur. Et fait le prix, ben voilà. Ben, t'as pas animé. شوف سيل فو بلاي احنا توا باش نحكيو على دو تيب دونتربريز فما لي زونتربيز كوميرسيال لي زونتربيز كوميرسيال تسمع فيها ولا وفما توت اونتربريز رد بالك مش اندستريال توت اونتربريز باهي اي سيدي يعني كي نقول توت اونتربريز بما فيها الكوميرسيال لي زونتربيز كوميرسيال عندهم مارج نحسبوها لهم تتسمى مارج شنو هي؟ كوميرسيال. شنو هي المارج كوميرسيال هذه؟ هي لو بري دو فونت هاي الا لو كو داشا. بيان سور كيما قلت لك كو داشا دي مارشانديز فوندو. باهي المارج دو كوميرسيال هذه ما فيها دو انكونو بري دو فونت والكو داشا ولا؟ اي با المارج كوميرسيال كان نقسمها على الكو داشا. ها؟ كودي ماي. يتسمى صحيت تو دو مارش دو مارش تو دو مارش ولا تو دو مارش كوميرسيال اللي هي شنو هي اللي هي بري دو فونت مو كو داشا اي سور شنو كو داشا كو داشا سور كو داشا مش بري داشا وعندنا زاد تو دو مارك شنو هو تو دو مارك تو دو مارك هي المارج على نقسم على البري كيما نقولوا شريت كالكولاتريس ب 10 بعتها ب 15 اللي مكت باجي ها المارج كوميرسيال نتاعي 5000 5 على 10 هذاك تو دو مارج 5 على 15 هذاك تو دو مارك دونك هذوما دي تو يوتيليزي بور فيكسي لي بري دو فونت دونك هو البري دو فونت موا كو داشا اي سور شنو بري دو فونت البري دو فونت مريقلين الناس كل ما باه معناها مسيو تو دو مارك هو البيت نتاعو كونه يساعدنا في فيكساسيون نتاع البري دو فونت فيكساسيون حتى تو دو مارك زاد هذوكم فيكساسيون دو بري دو فونت مسيو في الريجيمي باش نزيدكم حوايج اخرى بربي هذوما توا نعم الريجيمي عاملين البري داشا مش الكو داشا انا ريزومي البري داشا اي ما يسالش بدلها كو داشا اي باه شوف توا حويجه اخرى فما فورمول اخرى لهنايا تساعدنا على خاطر توا تو دو مارك وتو دو مارج هذوما فيهم تروا زانكونو التو لو بري دو فونت والكو داشا باهي انت ديما مش يعطيك زوز يقول لك طلع الثالث معناها يعطيك التو والبري دو فونت يقول لك طلع الكو داشا يعطيك التو والكو داشا يقول لك طلع البري دو فونت يعطيك البري دو فونت كو داشا يقول لك طلع التو هذوما هما لي كومبينيزون هذو مش تنجم تلقى انت فهمنا باهي وانت كيفاش تلقاهم مش تعمل برودوي دي زيكستريم ايكال برودوي دي موان برودوي دي زيكستريم ايكال برودوي دي موان باش متبعد على المشاكل هذيا يعني هيك الفراشة والكل او فما فورمولات اخرين يعاونوك برشا باش تطلع البري دو فونت لو بري دو فونت كي نحب نطلعو من تو دو مارج بري دو فونت هو كو داشا هاي و ان بلوس تو دو مارج والبري دو فونت هو كو داشا سور ان موان
تو دو مارش تو دو مارك تو دو مارك هاي هذوما تو فورمولاتنا اللي حشتنا بهم بي تو انتربريز نقول تو انتربريز شو معناها انتربريز اندستريال كوميرسيال ان شاء الله حتى اغريكول اش بيك يا مسيو وي مسيو هو لا ديفيرونس هو هذه هو المارج كوميرسيال على البري دو فونت كي نقسم اوزر مادموازيل قلت شريت كالكولاتريس ب 10 بعتها ب 15 هكا ولا الفرق ما بين السوم اللي شريت به ولا بعت به يتسمى مارج كوميرسيال قداش لهنا المارج كوميرسيال ما قلت شريت ب 10 بعت ب 15 المارج كوميرسيال نتاعي قداش 5 كي نقسم 5 على 10 هذاك تو دو مارج كي نقسم 5 على 15 يتسمى تو دو مارك ما نلقالهمش راهو الترجمه بالعربي خاطر هذوما دي نوسيون ما فيهمش ترجمه هو اللي كان فمني الحق ما نعرفهاش اما لا مارج تو دو مارك يتان تو كي ديفيز لا مارج كوميرسيال على البريد فونت هذا هو فهمنا بس وحده المربوح بالنسبه للبريد فونت وحده المربوح بالنسبه للكود اشا سامحني مش المربوح سي لا مارج كوميرسيال بالعربي الهامش التجاري اي مش مربوح اش الفرق ولا مربوح ولا ريزولتا هي لا مش ريزولتا رد بالك بالله يا اوزر اوزر ركز معايا ترى انتوما تو مش تركزوا معايا تواني شريت كالكولاتريس ب 10000 بعتها ب 15000 قداش رابح؟ 5000 قداش رابح؟ 5000 غلط غلط 5000 غلط نقول لكم علاش غلط يا اخي انا كي شريت ب 10000 يا مادموازيل يا مسيو انا كي شريت ب 10000 ما عندي مصاريف كان ال 10000 يا اخي ما عنديش كراء ما عنديش ضوء ما عنديش تليفونات شريت واحد يخدم معايا دونك هذاك فما فرق ما بين الكود داشا ال 10000 والكود دو روفيان شو معناه الكود دو روفيان الكلفه الجمليه دونك نقول لك اني زدت صرفت على الكالكولاتريس ما بين كراو ضو تليفونات وتسيتيرا 2000 فرنك تولي ملك الكالكولاتريس اللي شريتها ب 10000 كلفت لي ب 12000 اي دونك مالك قداش رابح 3000 3000 هي لا مارج بينيفيسير هي الريزولتا هي الربح هذيك الربح صحيت هذيك الريزولتا هذيك لا مارج بينيفيسير دونك هامش نكتبها لهنايا شنو نقول لا مارج بينيفيسير لا مارج هاي بينيفيسير سي كوا ها بي دو فونت موان كو دو روفيان مارج بينيفيسير هامش نكتبها لهنايا سي prix de vente صحيت موان كو دو روفيان prix de vente moins coût de revient هذا الربح الصافي الاخرى الهامش التجاري يعني جوست الفرق ما بين السوم اللي بعنا به والسوم اللي شرينا به تنجم في 5000 هذيك تكون معناها داخله في الالكتريسيتي والمعناها في يعني بيان سي 5000 هذيك قلت ما نحيتش منها كلي زاتر شارج المفيد انه المارج ما نحسب معاه الشارج ديريكت صحيت لي مارج بينيفيسير هذه نحسبوها للي زونتربريز الكل بدون استثناء اما المارج كوميرسيال هذه ما تخص كان لي زونتربريز كوميرسيال كهو ما تنجمش انت اونتربريز اندستريال تحسب لها لا مارج كوميرسيال علاش على خاطر انت لونتربريز اندستريال ما تشريش وتبيع نفس البيان تشري ماتير بريمير تبيع برودوي فيني دونك ما تنجمش لوج مارج كوميرسيال مارج كوميرسيال تنجم لوج لكن لونتربريز كوميرسيال على خاطر يشري ويبيعوا لا ميم مارشانديز مسيو مسيو المارج بينيفيسير نجم نحسبها مارج كوميرسيال موان لي فري اي مارج لا عاد العكس المارج كوميرسيال هي المارج بينيفيسير وي وي سي فري اي مارج بينيفيسير هي المارج كوميرسيال الا لي زاتر فري سي فري اي نعم اندستريال يعني هما اللي يقصوا على لونتربريز خاطر فما كان زو تيب هي ولا اكثر
كوميرسيال مش اندستري لاغريكال وين يكون نقول بور توت انتربريز اش معناه بور توت انتربريز معناها الاندستريال والكوميرسيال وحتى الاغريكال زاد فهمت مسيو تو دو مارك ما سمعتكمش بربي سامحني كيفاش معناه الكوميرسيال نجمو نحسبو مارج كوميرسيال ونجمو نحسبو زاد مارج بينيفيسير اي لونتبيس كوميرسيال تحسب لها المارج كوميرسيال والمارج بينيفيسير زوز مسيو بلي تو دو مارج بينيفيسير اي فهمتش كي نعمل شنو التو دو مارج بينيفيسير صحيت هو المارج بينيفيسير على الكود روفيان شفت الا هو شنو بري دو فونت مو ان كود روفيان الكود روفيان التو توا التو دو مارج بينيفيسير هذا يسمع يتسمى تو دو مارج بينيفيسير وحده ما والا نجمو نكتبوه هكا سامحني فوالا رابور الكود روفيان تو دو مارج بينيفيسير كي نقول لك تو دو مارج بينيفيسير وكهو تقسم على الكود روفيان والا نسميوه زاد تو دو مارج بينيفيسير بارابور كود روفيان بارابور كود صحيح وفما تو دو مارج بينيفيسير بارابور بري دو فونت ولا بارابور شيفر دافير اللي هو نسميوه زاد تو دو رونتابيليتي اي شنو هو التو هذا هو مارج بينيفيسير على البري دو فونت على لو بري دو فونت كود روفيان كود روفيان سير بري دو فونت سير بري دو فونت مسيو هذاك ما يتسميش تو دو مارك ها معناش تو دو مارك لهنا تو دو مارك كوميرسيال فهمنا هنا زاد تنجم تعمل لك بري دو فونت هو شنو هو الكود دو روفيان اي هو ان بلس تو دو مارج بينيفيسير بارابور كود دو روفيان والبري دو فونت هو زاد Le coût de revient sur un mois un taux de rentabilité. Ça y est. Donc, il y a une formule. Non. نجم بلي نسلك على الكود داشا نتاع البري دو فونت هذيك كيفاش كيفاش ديمارش نتاعها باش وصلنا لهكا شنو معناها ديمارش والله اللي فهمتك ما كنتش عطيتنا البري دو فونت قلت لنا الكود داشا سور ان موا تو دو مارك كيفاش خرجت منها مسيو خرجت من القاعده نتاع تو دو مارك باش وصلت للبي دو فونت بقيت هكاك والله تو احنا مش نعملوا الدم اني نفسر لك راهو اما والله مش نضيع وقت بالفارغ معناها تو اني مش نعطيك باساج ماتيماتيك باش نوصل لك بنوصلك للفورمولا هذيك باش نضيعوا تو احنا ديجا بزال فيها السيونس وقت بور ريان زايد معناها فهمت كيفاش دونك سيش مسيو اول سيونس جاي ان شاء الله توري هالي تحب نشوف نبعث لك في البريفي اختارنا من انا بعث لك بريفي نجمش مثال في 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 الفورام ولا اون بريفي نجم نبعث لك فهمت باش ما نعطلوش صحابك وباش خاطر هذه توا باساج ماتيماتيك ولا ديمونستراسيون ماتيماتيك لا تفيدك لا معناها لا ما تفيدكش ها زي باش نضيعوا بها الوقت بالفارغ هما مسيو ديما جايبش فرق ساعتو دو مارك ولا البري دو فونت هي ولا هذاك هو معناها هذوكم لي كيسيون باش نعملوا احنا ابليكاسيون على تو دو مارك ودو دو مارك بي توا هذايا البوليتيك دو بري هكا ولا عايش بيزيل توا لا بوليتيك دو كوميونيكاسيون البي انهي البي الثالثة شنو هي الكوميونيكاسيون عندنا البوبليسيتي وعندنا لو بروموسيون هذوما لي برينسيبال تكنيك البوبليسيتي سي اون تكنيك يوتيليزي بور لي برودوي في فاز دو لانسمون و فاز دو كرواسانس لا بوبليسيتي اتير لي كليون لا بوبليسيتي ا ان افي ا لون تيرم يعني انت كي تعمل بوبليسيتي توا تلحق لك الفونت يزيد بشويه بشويه على مده طويله اما لا بروموسيون سي ان افي انستانتاني تعمل توا بروموسيون توا تنزاد لي فونت لي في نتاعها à court terme, et donc elle est faite pour les produits en phase de maturité ou la phase de déclin. L'effet de la, plutôt la promotion, elle est pour les anciens produits. Bon, la promotion, elle pousse le produit vers le client.
هذو ما تلقاهم في نورمالمون في الريزومي دو كور. به اخر حاجه هي لا ديستريبيوشن. ديستريبيوشن يعني كيفاش نختاروا الكانال دو ديستريبيوشن. عندنا 4 كانو دو ديستريبيوشن: كانال ديريكت، كانال كور اولترا، كانال لون اولترا لون. نختاروا فما دو كريتير، فما كريتير ولا ميثود دي كريتير وميثود دي سكور. فما الميثود هاي دي كريتير ميور كريتير وميثود دي سكور. اتون شوفوهم اترافير ان اكزرسيس. اي سكور هذاك اللي شفناه في الشوا دو فورنيسور، وشفناه في برشا بلايس با في الريكروتمون. كنت تذكروا انتم ما قريتوش الريكروتمون عملناه ولا نسيت حاسيلو تنشوفوه. هاي احنا شفناه لهنا كان في الشوا دو فورنيسور. با هذه تقريبا معناها ريزومي نتاع شابيتر. ها توا نمشيو اكزرسيت اسيدي ترى مع بعضنا نخدموا الاكزرسيس الاول اللي هو باك 2017 ولا حاجه كيما نكس باك من الباكيت الحق ما نتذكرش وقتاش، اما السجيد ام باك. اي هادي جي نعم ديك نظام تفسرنا يعني شنو الفرق بين الدماغ والدماغ؟ عارف شنو نفسروها ترافير الاكزرسيس خير. هيا ترافير الاكزرسيس نحاولوا نفسرها لك. اي مادموازيل دونك ان كوميرسون دو موبل اشيت. نعم قلت لك نقرا. Un commerçant de meubles achète une chambre à coucher dont le prix d'achat brut est de 4000 dinars. Il obtient une remise de 10%. Hey. Les frais sur l'achat s'élèvent à 100 dinars par chambre à coucher. Travail à faire. Calculer le prix d'achat net à coucher. Calculer le prix d'achat net de la chambre à coucher. Pour toi, de préférence. Qui est dans des exercices qui te demarque ou te demarque ou enquête qui m'a dit. ماذا بيك تصور الكنال شكون يبيع لشكون وتحط لي دوني نتاعك وتحط يعني الفورمولات نتاعك يبان لك كل شيء. كيما نقولوا باش نبداو احنا منظمين اي سيدي شكون يبيع لشكون. تو هذا ان كوميرسون دو موبل. تو هذا مال الكوميرسون هكا ولا كوميرسون هكا كوميرسون هذا يشري هكا دونك لونتربريز حاجه نظيفه هو لونتربريز بيان سور. باش يشري من عند شكون؟ من عند غروسيست ولا من عند ولا عند الفابريكون بي امبورت شيمني فيه وما قالش مع شكون يشري شيمني فيه. المفيد وين يبيع لشكون يبيع بيان سور مش يبيع للكليون. اي سيدي الكوميرسون هذا بقداش يشري سيلفو بلي؟ يشري ب 4000. اي وشنو يدفع اخر بون وياخذ رميز عاد الفري سور اشا عايش نحسبوها ل 4000. احنا 4000 ياخذ رميز موان 10% ياك ولا وزيد يدفع فري سور اشا 100000 باه بلوس شامل فيه اشا سيليف شامبر ترافاي فيغ. قال كالكولي لو بري داشا دو لا شامبر اكوشي مسيو 4000 فوا دونك هو يعني يحكي على لو بري نت يعني لو بري داشا معناه هو يحكي على البري نت كوميرسيال. نت كوميرسيال هاي شنو هو شري بقداش مش ب 4000 4 ملايين معناها فوا قداش كي نحي منه هو 10 قعد له 90% بلس دونك 4000 فوا 09 قداش 3600 كالكولي لو كو داشا توا قداش يتكلف لو كو داشا ها نزيدوهم 100 بلس لي هاي دونك لو كو داشا هو شنو هو 3600 بلس لو بري انا هو لو بري اللي ناخذو سي لو نت كوميرسيال بلس لي فري داشا يعني 3600 بلس 100
égal à combien? 3700. 7000. Le prix de vente hors taxe s'élève à 4625. Donc le prix de vente, قداش 4725. راهو فما ايكو بربي نتاع صوت يعيشكم سكروا لي ميكرو تحل الوقت اللي تتكلم سيل تو بلي. اي سيدي لو بري دو فونت 4625 ايش يحب تو المارج كوميرسيال شنو المارج كوميرسيال هيا مادموازيل قلت لي فسر لي الفرق المارج كوميرسيال هي لا ديفيرونس ما بين لو بري دو فونت والكو داشا يعني الفرق ما بين السوم اللي يبيع به هو بقداش يبيع سخينة قلنا يبيع ب 4625 ويتكلف له قداش 3000 دونك هذا كل تو نفسخوا زيد معناه في الاخر في الاخر هو يشري ب 3700 700 قداش المارج كوميرسيال مال 3007 بلوتو 4000 4725 الا 3700 قداش نلقاو 925 به ب كالكولي لو تو دو مارك تو احنا مادموازيل احنا هاو نرجع بيك تو لي فورمولو نتاعنا التو دو مارج يا مادموازيل تو دو مارج كوميرسيال هو مش قلت لي المارج كوميرسيال ولا قلنا مع بعضنا مارج كوميرسيال سور كو داشا هكا ولا وي يعني بري دو فونت موا كو داشا اي سور شنو كو داشا به و تو دو مارك قداش مارج هو مارج كوميرسيال على البري دو فونت شفت معناها مادموازيل 925 كان قسمتها على 3700 هذاك التو يتسمى تو دو مارج كان قسمتها على 4625 يتسمى تو دو مارك هذيك هي الفرق ما بيناتهم حتى شيء دونك ايغال ا كومبيان سي prix 500. De vente moins coût d'achat sur prix de vente. Aïe, mais là, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te le taux de marque. Aïe, le taux de marque, le fabricant, ou le commerçant, le taux de. Mais j'ai le taux de marque, le fabricant. Ou le taux de marque, mais j'ai quelles les entreprises commerciales. J'ai le fabricant, mais l'entreprise industrielle. وعنده تو دو مارك ما تجيش دونك نحكيو على تو دو مارك كان بالنسبه لونتيس كوميرسيال 4600 قداش 25 الا 3000 تلويه بربي احنا تاني حسبناها 925 على قداش 4600 0.2 20%. Est-ce que c'est clair? Oui. Ben, le prix de vente TVA, tu as vraiment dit que tu as 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 معناه هو يعمل مارج 25% على السوم اللي يبيع به على السوم اللي يشري به ويعمل 20% على السوم اللي يبيع به هكا هو والسلام هذا شو معناه اي سي تو لو بري دو فونت تي في كومبريز 5457 فاصل 7 كالكولي لو تو دو تي في دونك بري دو فونت نعملوا 5457 على 4625 احنا هون نحطوا الفورمول احنا دو باز شنو هي لو بري دو فونت تي تي سي شنو هي البري دو فونت تي تي سي ماشي لو بري دو فونت اور تاكس يعني فوا 1.2 كما شكا هذه الفورمول اي مالا يعني شو لينا لهنا 5457.5 4625
20 و 1, donc taux égal 5000 à 4000. 1, taux quoi égal 5457.5 على 4625 كوات إيقال 1,18 دونك تي إيقال تو دو تي في تي إيقال 18% 18% هذا هي باكي قديمة فهمنا باكي قديش هكا يظهر لي ولا 2017 يظهر لي هكا مسيو ديما تكون 18 يا 19 هكا في اما 13 ما هو 13 نتاع السيرفيس لا 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 هكا هذاك هو 18 ولا 19 هو ما عادش 18 تو ولا 19 هذه 18 على خاطر باكي قديمه وما بعد 2018 التو دو تي في ولا 19% ما عادش 18% باهي ليكزرسيس الثاني هاي ليكزرسيس الثاني زاد كيف كيف il porte sur la même جوكم هذايا انا فيه ديتايون ما شنو غروسيست وشيخات به اسمع اليوم مش نخدموا حاجه بيان سور قويه برشا على خاطر بيان سور بزنا في الديبي ودايور سيونس اغلبيتها حطيناها لل للرابيل دو كور و ا partir مارجي بيان سور اون فا اكسيليري لو ريتم لا سوسيتي تون ايموبل سبيسياليزي دون لا فابريكاسيون دي موبل دو جاردان ا partir دون سول ماتيير بريمير لو ريزين دو سينتيز ا سوبورتي قداش 120000 دي شارج فيكس دوران لاني 2016 هيا ذا في الكو فيكس والكو فاريابل والكل شيء به والتو دو مارج وكل شيء دونك مالا كيفاش قلنا الكو فيكس قداش 120 مليون لو كو دو روفيان دون تابل قداش الكو دو روفيان اونيتير قداش 30 دينار La table est vendue par le détaillant au prix de vente publique hors taxe de 50 dinars. Donc, le prix de vente, le client, hors taxe, c'est 50 dinars. Ces détaillants pratiquent un taux de marque de 18%. Le détaillant, c'est donc, le détaillant, taux de marque comme le détaillant, tu n'y mets pas. Le détaillant. Le détaillant avait le chouni bien et bien le consommateur. Il y a pas d'est bien l'eau. Il y a bien l'eau. 50 dinars. 50. Oh, il y a le taux de marque. De marque. 18%. 18%. Oui. Voilà. Les données, la belle noire, donc, il y a Premièrement, calculer la marge et le coût d'achat des détaillants. Monsieur, ça compte, moi je prie de vente publique. Chantal. Ah, le détaillant au prix de vente publique. Donc, ça compte, le détaillant, le consommateur. Donc, prix de vente publique, manière le consommateur. Public ou le consommateur. Public ou le consommateur. Oui. شنو قال تاو لوجلي لا مارج لو كو داشا دو ديتايون تاو بربي تاو بالنسبه للديتايون شنو عندي انا شنو نحط لو ديتايون شنو نعرف عليه هنا الديتايون انه يشري خلينا ناخذ من لي دوني نتاعنا التو دو مارك مادموازيل هو شنو مسيو مارج كوميرسيال على لو بري دو فونت قداش تو دو مارك من 0.18 وي يساوي المارج كوميرسيال ما نعرفش اي والبري دو فونت قداش مش 50 50 اي دونك مال المارج 50.018 9 50.018 قداش تلقى 9 مال سخينة يبيع ب 50 يعمل مارج ب 9000 مال بقداش يشري
41 في هذيك هي شنو هي؟ مش هي البري دو فون موان كو داشا صحيت. يعني مش هي النوف هي شنو هي؟ البري دو فون 50 الا كو داشا. دونك الكو داشا 50 الا ب دونك مالا الكو داشا قداش؟ 41 50 الا 9 يتقال 50 الا 9 يقال 41. مالا نجم نحط لهنايا تو بالروج سخين هذا يشرب 41. ها معناها لونتبيس تبيع له بسوفلي ب 41 ساشون كو لو بري دو فونت دو فابريكان اي 40 دونك تون ايموبل يبيع له ب 40 هو يلحق له ب 41 علاش Déterminer le montant des frais sur achat supportés par les détaillants. Donc, mais là, pour le deuxième mot. Deuxièmement. Adé, blé, monsieur, tu es un immeuble, tu viens. Ah, barbaïn. Coût d'achat égal à quoi? Prix plus frais sur achat. Maintenant, les frais en dinar, monsieur. Frais sur achat, dinar. À la table, dinar. طاولة طاولة معناها دينار مش ان دينار على لا برودكسيون دونك معناها هذا سي 41 ايغال 40 بلس لي فري سور اشا فهمنا مال لي فري سور اشا ايغال 41 موان 40 تيغال ان دينار مليك ان دينار هاي توا شنو اخر Troisièmement, durant l'année 2016, la société d'un immeuble a dégagé un résultat d'exploitation de 200 000 dinars. Donc, le résultat est un peu de temps. Pour une production, qu'est-ce qu'on a produite? 20 000 tables. Ben. Calculer le coût fixe unitaire. 120 000 à 20. La quantité vendue. Coût fixe unitaire, c'est quoi? Bien sûr, c'est le coût fixe total. Coût fixe total, qu'est-ce, mademoiselle? On a mis à Chine. 120 000. À la quantité, à la Chine. 20 000. 10. Égal à qu'est-ce? 6 dinars. 6 Déterminer le coût variable unitaire et déduisez la marge sur coût variable unitaire. Donc B, coût variable unitaire. C'est simple, le coût variable unitaire. Oh, coût de revient unitaire. Hein? Moins le coût fixe. Moins le coût fixe unitaire. Ah, moins le coût fixe unitaire. 30 moins. Hein? C'est égal à combien? 30 moins 6. 30 moins 6. Égal 24 dinars. Dinars. Ben, mais la marge sur coût variable unitaire, est-ce que 24 sur prix de vente. Prix de vente, moins coût variable unitaire. Prix de vente, coût variable unitaire. Résultat de 100 000. Ah, marge sur coût variable. Résultat de 100 000. Résultat de 100 000. Je vais faire résultat de 100 000. 120 000. Oh, quand on a le résultat d'exploitation. De 200 000. 120 000 coût fixe. يا عملية برك ولا زوز عمليات 40 إلى 24 قد يجيو 16 أو نخدم بالطريقة نتاعك مادموزيل المارس تركو فاريابل جلوبال هي شنية هي الريزولتا 200 ألف بلس الكو فيكس 120 ألف 120 ألف قد يجيو 320 ألف هاي المارس تركو فاريابل يونيتير سي كوا 320 ألف على 20 320 على قديش على 20 ألف كيف 16 مسيو مش البري دو فونت 50 ألف نعم
بري دو فونت هو مش 50000 50000 نتاع الديتايون احنا نحكيو على توني مابل توا توني مابل ولا تبيع ب 40 هو يتكلف له دينار ترانسبور 41 يبيع من تو دو مارك 18% يوصل للكونسوماتور ب 50 احنا إيه. على شكون نحكيو توا نحكيو على توني مابل ريتا ايه توا ما قلنا اذا كان سالك على المارس دو كوفاريابل اونيتير باز مش يسالك على كل سوي دو رونتابيليتي اون كونتيتي خاطر هذيك الفورمول الوحيده اللي فيها المارس دو كوفاريابل اونيتير قال لنا كومبيان دو تابل فوتيل فوندر بور اتاندر سوي دو رونتابيليتي جوستيفي دونك لهنا يحكي على السوي سوي دو رونتابيليتي اون كونتيتي هذيك الفورمول تذكرها ولا كيفاش نحطو في سور المارس سور كوفاريابل اونيتي احيت هذه نستعملوها كي نقول كي نلوجوا على المارج على السوي دو رونتابيليتي اون كونتيتي قبل الفالور الكو فيكس 120000 باه هاي دونك مالا 120000 على قداش على 16 قداش تبقى 7500 يونيتي فوالا سو ديما الكو بارسيال يقعد يتبع في تو في الكوميرسيال عندنا برشا كو بارسيال باش يتبعني الكو بارسيال نزيدو نفهمو خير يعني ما حبيتش نراجعو برشا في فكل السيري ولا السيانس دو ريفيزيون خاطر قلت لك باش نرجعو له اي باهي اوكي مالا انا نخليكم تكملوا لوتود دو كا راني فيها كل شيء بريسك على الكوميرسيال على الكوميونيكاسيون على كل شيء كل شيء راني فيها على البري بسيكولوجي كل شيء دونك ان شاء الله نخدموها المره الجايه ونخلي لكم سيري اخرى ان شاء الله المره الجايه دونك مادام عرفنا الكور نوليو اون افونس رابيدمون ونعملوا حتى دو كله قال نعرفوه مسيو اي فوالا كله نعرفوه معني قرينيه عندك اي 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 بيان سور خاطر نزلنا نحن في المبديناش فيه زيت اي لا قرينيه لهنا باه اي مالا كان ما عندكمش دي كيستيون جو كيت عايشك مسيو يعطيك الصحه عايشك على خير كيفاش قلت لي مسيو سيري بلا تنجم تخليها لنا المره الجايه على الكو كومبلي والكو بارسيال هازو نخدموها تحب هكا باهي تو نشوف لك باهي اوكي مش كان نحب نبعث لك مساج ونحكي باش نسالك على فازا وين نجم نبعث لك والله على الفورم مش غير فورم خاطر الفورم مش بخاتيك برشا تنجمش نبعث مثلا حاجة في الاكزرسيس ولا فازا باهي بعث لي على المسنجر ولا في الجروب ولا كنت هو عندنا جروب مسنجر ولا على البريفي كيما تحب معاش خاطر على الجروب اللي عندكم ما عنديش فكرة اي عندنا جروب مسنجر ولا كنت تحب على البريفي كيما قلت لك شنو نكتب شنو اسمك والله اسمي مكرم كعبية ماكش تبقى هذاك الجروب في الميسنجر هنا فيه جروب جيستيون تقي جيستيون اوكي مالا ان شاء الله ملتقانا نهار الخميس الجاي اوكي ربي معكم بون شانس شي بون كان ان شاء الله على خير عايش على خير على خير